طيب وبعد كده المفروض ان هو بيسجل المرة اللي فاتت كنا كده شباب سامعيني صح؟ ايوه يا باشمهندس، تمام اوكي تمام خلاص نبدأ بقى. طيب احنا كنا المره اللي فاتت اتكلمنا على حاجه اسمها خصائص او معاملات جوده المياه او نوعيه المياه، وقلنا ان احنا بنقسمها لثلاث انواع: الفيزيكال بارامترز والكيميكال بارامترز والبيولوجيكال بارامترز. اتكلمنا باختصار على الثلاث انواع دول، وطبعا فكره في الامتحان مش شرط يقول لي كلمه بارامترز، لا ممكن يقول لي انديكيتورز، يقول لي كلمه كاركترستكس، دي كلها معناها حاجه واحده بس اللي هي خصائص أو معاملات نوعية المياه. الفيزيكال إحنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت، وقلنا دي الصفات اللي بتميز المادة، عفوا بتميز المياه اللي أنا ممكن أشوفها، ممكن أتذوقها، ممكن أحسها، يعني حاجة بتظهر في شكل المياه نفسه. وتقريبا خلصنا تقريبا أغلب الحاجات المهمة الموجودة في الفيزيكال بارامترز، واللي إحنا خدناه ده اللي أنت بتسأل بيه بس في الامتحان، يعني مفيش حاجة زيادة بتيجي عند الجزء ده. النهارده ان شاء الله هنتكلم على بقى نوعين تانيين، هنتكلم على الكيميكالز وهنتكلم على البيولوجيكال. هنتكلم على الخصائص الكيميائيه لنوعيه المياه، وهنتكلم على الخصائص الفيزيائيه لنوعيه المياه. طبعا احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الوتر تمبريتشر، واتكلمنا على التربيتي وشرحناها، واتكلمنا على التي دي اس والتي اس اس، وعرفنا الفرق ما بينها وبين التربيت. هنتكلم بقى النهارده اول حاجه على الجزء بتاع الكيميكال بارامترز. برضه هنختار، مش هنشتغل على كل البارامترز، لا هنشتغل على البارامترز المهمه بالنسبه لنا في الماده واللي بتيجي في الامتحان هنشتغل عليها، بس مش هنشتغل على كل الكيميكال لان الكيميكال كتيره جدا ومتنوعه. احنا هناخد حوالي خمسه او سته منهم بس، بحيث ان دول الاساس، او دول اللي احنا ما ينفعش نروح لتبعة او مصرف او بحيره وناخد عينات من غير ما نقيس البارامترز دي. دي تعتبر بارامترز كريتيكال جدا ومحتاجه دايما نحسبها. فهناخد اول عنصر عندنا اللي هو البي اتش. طبعا الناس كلها عارفه البي اتش ده ودرسناه قبل كده. احنا مش مطالبين قوي ان احنا ندرس الحاجه كيميائيه، يعني في الماده احنا مش علوم، يعني احنا مش مطلوب منا ان احنا ندرس الماده كيميائيا والتفاعل ما بين الذرات عشان تكون الميه والحاجات دي، لا. احنا محتاجين دايما نعرف لو في اي عنصر عندي سواء كان كيميكال او فيزيكال او بيولوجيكال، محتاجين نعرفه ايه هو، يعني ايه اصلا بيعبر عن ايه او بيمثل ايه، ايه اهميته، لو بيتقاس بوحده معينه ايه هي وحده القياس، وايه العوامل اللي بتاثر عليه، ايه اللي بيخلي العنصر ده يزيد او يقل. بس ده اللي احنا محتاجين نعرفه في اي عنصر، مش محتاج اعرف بيتركب ازاي وبيجي منين لا انا محتاج اعرف بس يعني ايه العنصر ده وايه الحاجات اللي بتاثر عليه. فلو يعني ايه بي اتش، يعني ده احنا بنسميه البوتيشنال اوف هيدروجين، وده اختصار لكلمه بي اتش. البي دي اللي هي بوتيشنال، والاتش ده اللي هو الهيدروجين، يعني جهد الهيدروجين، او ساعات في بعض الكتب بيسموه الباور اوف هيدروجين، برضه اختصار لكلمه البي وعفوا الحرف البي وحرف الاتش. فاحنا بنسميه هنا الاس الهيدروجيني او الرقم الهيدروجيني او تركيز يقول الهيدروجين، او انه بيقيس درجه الحموضه القاعديه، يعني قيمه البي اتش دي عارفين انها بتقيس درجه الحموضيه او القاعديه للميه. فلو انا عايز اعرف يعني بي اتش، لو في الامتحان قال لك ديفاين عرف قيمه البي اتش، هنقول له هو اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين. احنا كنا خدنا قبل كده، والناس لو الناس فاكره، ان قيمه البي اتش دي كانت دايما بتساوي ايه؟ كانت بتساوي دايما سالب لوج اللي هي الحاسبه اللي هي السي، يعني اتش موجب، هو ده قيمه البي اتش. اما بيجي يحسبوه كم عدد ذرات الهيدروجين،
عن طريق ايه؟ عن طريق المعادله دي سالب لوج اتش. احنا مش محتاجين نعرف ده، محتاجين بس نعرف ان هو ده التعريف بتاعه، ان هو اللوغاريتم السالب لتركيز ايون الهيدروجين الموجب. وهو بيحدد الرقم ده، بيحدد لي، بيقول لي الميه اللي انت تشربها دي، او الميه الموجوده في الترعه، او الميه الموجوده في البحر، او الميه الموجوده في الميه الجوفيه، هل هي قاعديه ولا هي حامضيه ولا هي متعادله؟ تمام كده؟ هو صوته واضح يا جماعه ولا في مشكله؟ الصوت واضح؟ لا الصوت واضح تمام. تمام ماشي تمام. طيب يبقى احنا بنقول ان البيتش ده اهميته بالنسبه لنا ان هو بيقول لي بالظبط الميه اللي انت هتشربها دي هل هي حامضيه ولا هي متعادله؟ هنعرف احنا المفروض نتعامل ازاي؟ طيب فاحنا عندنا احنا بنسمي البي اتش ده لان هو ملوش وحده، لان هو في الاخر رقم، احنا قلنا بنسميه رقم الهيدروجيني، فهو عباره عن رقم ملوش وحده، فاحنا هنتعامل معاه اكنه سكيل. سكيل بيبدا من اول صفر هنا كده صفر لحد ما يوصل للرقم 14، ده احنا بنسميه السكيل بتاع البي اتش. فانت كميه هتستخدمها موجوده فين في السكيل هنا؟ موجوده هنا ولا موجوده هنا ولا موجوده هنا؟ فاحنا عارفين مقدما كده لو جيت سالنا في الامتحان يقول لك امتى الميه تبقى قاعديه؟ عارفين دايما الميه القاعديه الرينج بتاعها من اول 7 لحد 14، دي بنقول عليها ان الميه هنا في الجزء ده كده اللي هو ايه؟ اللي هو البيزك، بنسميها القاعده او القاعديه، ده بنسميه البيزك من اول 7 لحد 14. لو الميه كانت من اول 7 لحد 0 فدي بنسميها ميه حامضيه، يعني فيها قيمة الـ H كبيرة عن الـ OH، فده معناها إن هي حامضية. لكن لو قيمة الـ OH أكبر من قيمة الـ يعني إيون الهيدروكسيد أكبر من قيمة الـ H، فدي بنسميها إيه؟ قاعدية. يبقى لو عدد ذرات الهيدروجين كبيرة المية بتبقى قاعدية، عفوا حامضية. لو قيمة الـ إيون الهيدروجين أقل يعني قيمة الهيدروكسيد أكبر فده بنسميها قاعدية. احنا بالنسبه لنا الميه اللي احنا المفروض نتعامل معاها اكتر ودايما بنشربها هي الميه المتعادله اللي هي البيور ووتر، الميه النقيه اللي هي تقريبا في حدود 7. طبعا هو 7 دي صعبه قوي ان احنا دايما نظبطها انها تبقى 7، يعني ممكن تبقى في حدود 6.5 لحد 8.5، ده الحد ممكن يبقى احنا بنتعامل معاه. بس الميه هي الصح ان احنا نقول ان البي اتش ده لو تغير بصوره كبيره، يعني لو رقم البي اتش ده قل الاسماك نفسها مش عارف تعيش. يبقى في اتفضل. معرفش هو المشكله عندي الصوت بيقطع، بس الصوت بيقطع والصوت سابق الصوره. الصوت سابق الصوره. والصوت حضرتك كان بيقطع جامد الفتره اللي فاتت تقريبا، ممكن يكون النت من عند حضرتك فيه مشكله بس. ما فيش مشكلة، هو ممكن يكون ظبط دلوقتي كده. طيب كده تمام؟ كده صوت حضرتك واضح. يعني المشكلة طبعا هو المشكلة بس دلوقتي ان الوقت دلوقتي فيه ضغط شوية، يعني العصر ده بيبقى صعب شوية في النت، يعني فيه ضغط شوية. يعني اتمنى ان هو يظبط كمان شوية، لو ما ظبطش انا هطلع وادخل تاني. طيب المهم دلوقتي احنا اتفقنا خلاص ان قيمة البي اتش دي لو وصلت لاربعه ممكن يبقى فيه مشكله ان الاسماك ممكن تموت. لو وصلت ان قيمه البي اتش اقل من اربعه ممكن يبقى فيه مشكله للاسماك. نفس القصه برضو ان الرقم برضو المفروض الرقم ده ما يزيدش يوصل لقيمه 14 عشان ما يبقاش الميه قاعديه. طب ايه اسباب ان الميه ممكن تبقى حامضيه او قاعديه؟ هنتكلم دلوقتي عنها. يبقى احنا بنقول ان السوائل اقل من 7 حامضيه، اعلى من 7 قاعديه. الاسره الهيدروجيني نفسه يبقى 7 امتى؟ الميه الايه؟ البيو زي ما اتكلمنا دلوقتي. في ثلاث معاني كتير جدا بيسالوا في الامتحان. طب انا هعمل ايه يا شباب؟ طيب ما احنا يعني احنا كمننا مثلا عارفين اقل من 7 اكبر من 7، فاحنا بنتخيل. انا قاعد بتخيل والله مع حضرتك دلوقتي. طيب ماشي، دي حاجه طبعا يعني خارجه عن ارادتي، بس احاول ادخل واجي تاني. تمام يا باشمهندس. تمام.
لا هو انت عندك حق ان انا مشغل موبايل واللاب، هو في ديلي كبير في الموضوع. ممكن ايوه مش مهم. هو في ديلي كبير. ممكن تخف الحمل شوية يا باشمهندس بإنك أنت تقفل الموبايل. ما انا هعمل كده، ودي واحدة وهكون معاكم دلوقتي. تمام يا باشمهندس.